افتتح المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة اليوم منظومة التتبع الإلكتروني بتوبيسات هيئة النقل العام بمقر هيئة النقل العام بمدينة نصر بحضور اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، حيث يأتي ذلك في إطار العمل القائم على تطوير خدمة النقل العام وأيضا لتحسينها. يعتبر قطاع النقل العام العصب الحيوي لأي دولة، يتم من خلاله ربط كافة المناطق مع بعضها البعض وتقوية الروابط الاقتصادية والاجتماعية فيما بينهما. وعملا على تطوير هذا القطاع افتتح اللواء عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة اليوم منظومة المراقبة الآلية للمركبات عملا على تحسين خدماتها. النظام هو نظام تتبع آلي لحركة الأوتوبيسات على المسارات بتاعتها، بيتم تحديد المسارات لكل اتوبيس على السيستم، بيخزن في السيستم، وبعدين السيستم بيراقب من خلال الاقمار الصناعيه ويقارن ما بين اللي هو مخزن في النظام وما بين الواقع الفعلي ويطلع الانحراف. فده مهم جدا، نظام التتبع الالي كان بالظبط عينين المراقبين هنا شايفين الحركه والاتوبيس رايح وجاي منين. كان بيجي لنا مشاكل كتيره جدا من الجمهور، واحنا بنتواصل مع الجمهور من خلال غرفه العمليات بتاعت الهيئه، ان بعض السائقين ما بتلتزمش بخطوط السير بتاعتها، بعض السرعات بتبقى زياده عن المقرر، وقوف في المحطات الرئيسيه فترات اطول. تطبيقنا للمنظومه ديت هيحل لنا جزء كبير جدا، هيحسن في اداء الخدمه المقدمه للجمهور. تم تطبيق المنظومة على 18 خطا بالقاهرة الكبرى، وتضم حوالي 200 مركبة مراقبة بواسطة أحدث شبكة رقمية مؤمنة. وده قائم على الأجهزة اللاسلكية بنظام التترا، اللي تعمل بنظام التترا، مركب فيها جي بي اس، بتلتقط هي مكان الاحداثيات بتاعت العربيات وبتطلعها لي العربيه وهي بتتحرك على الطبيعه، لو خلفت ولا حاجه بتطلع لي انذار بالمخالفه اللي هي بتعملها، وبنتابع حضرتك عن طريق الاجهزه اللاسلكي السواه وبنقول له ما تزودش السرعه، غير خط، ما تغيرش خط سيرك، انت واقف ليه ما مشيتش، كل ده بنتابعه على الشاشه اللي حضرتك شايفاه. منظومه جديده للتتبع الاليه لسيارات النقل العام بالقاهره والقليوبيه، تهدف الى احكام السيطره على السائقين والمركبات للارتقاء بهيئه النقل العام وتقديم افضل خدمه للركاب. مرنا عادل، اون لايف.